حديث أنت ومالك لأبيك أصول الشريعة تخالفه، كما أشار بعض العلماء كالإمام الشافعي رحمه الله تعالى. ومن إشارات الإمام الشافعي أو من الاستدلالات التي استدل بها على تضعيف هذا الحديث، أولا بعد أن بين أن الحديث من طريق محمد بن المنكدر عن جابر، لكن روي عن محمد بن المنكدر مرسلا، بين ضعفه من طريق محمد بن المنكدر، لكن كان من استدلالاته أن الله سبحانه وتعالى جعل ربنا للأبوين لكل واحد منهما السدس مما ترك في حال التوريث، فلو كان أنت ومالك لأبيك على ظاهره لأخذ المال الوالد كله. وأيضا فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. وأدلة كثيرة على هذا الغرار قدمناها من قبل.